والكلام عن مشوار مهم جدا للنادي الاهلي. انا بيتهيالي انه ال 45 يوم اللي جايين فيهم الحقيقه المهمه الصعبه، سواء كان بدايه مشوار المنافسه على دوري ابطال افريقيا حلم العشره بالنسبه للاهلي وجماهيره، او سواء كمان المشاركه في كاس العالم للانديه واللي بتفصلنا عنها بس 14 يوم. عشان كده الماتشات اللي جايه مش بس هتكون مهمة لمستر موسيماني عشان يفكر وعشان يجرب وعشان يقرب كمان شوية من اللعيبة، لكن كمان الأهم إنه يحافظ على سلسلة الانتصارات. أعتقد الأهلي ورغم صعوبات كتيرة جدا يمكن أكبرها تلاحم المواسم، لكن الحقيقة بيبتدي السيزون الجديد في منتهى القوة. خلينا نتكلم مع نجمنا اللي مشرفنا فيها السادسة كابتن ماهر همام، ضيفنا النهارده. مساء الخير يا كابتن ماهر، واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، شرفنا وبنستمتع بيك دايما. ربنا يخليك، متشكرين على اشارات الدلع اللي انتم بتدلعوها. لا دول اقل بكتير جدا، تسعه اكتر من كده بكتير. لا حاجه جميله يعني صراحه، يعني نجوميه وانجازات ومشوار طويل جدا. بتهيألي الجزيره ده بالنسبه لك يعني حياتنا، قصه حياه ومشوار طويل. بحييك طبعا، بحيي قصه البرنامج، ومن تقدم لتقدم يا احمد. حاجه جميله، الله يخليك، ربنا يوفقكم يا رب. الله يخليك. قبل ما ادخل في التفاصيل خليني اسال على كيرف النادي الاهلي من وجهه نظر كابتن ماهر همام. موسيماني استلم واحنا عارفين طبعا في نهايه السيزون الاخير، وكانت الدنيا صعبه عليه سواء من ناحيه السكواد اللي بيلعب بيه، وكان عنده ايقافات كتيره او غيابات كتيره نتيجه اصابات، وكان مطالب انه يخش في معترك ثلاث بطولات. صحيح ان احنا كنا حاسمين الدوري، لكن كان عنده مواجهات صعبه نجح فيها باقتدار. كان عنده كاس افريقيا طبعا والقضيه ممكن، وقدر انه يحقق الحلم، وكان عنده مشوار كاس مصر وتوج بالثلاثيه، وابتدى سيزون جديد على طول ما خدش نفسه. يعني شايف كيرف الاهلي مع موسيماني ايه؟ هل شايفه طالع؟ هل شايفه بقاله فتره في ثبات؟ ولا لا قدر الله ممكن تكون شايفه في تراجع؟ لا الحمد لله يا احمد، عايز اقول لك ان المنظومه الرياضيه اللي موجوده عليها النادي الاهلي، نادي القرن، نادي البطولات، من مجالس الادارات اللي بتتولى على بعض، واخرها طبعا مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب، في نجاحات على طول يعني. وهو ده الصراع اللي احنا عايشين فيه طول عمرنا يعني. فمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب يعني الله يكون في عونهم، لان فعلا مسؤوليه كبيره جدا، وهم قدها ودود الخبرات اللي هم تواجدوا عليها. قدروا بسرعه بعد رحيل مستر فايلر، كابتن محمود الخطيب فكر في وجود مدير فني على اعلى مستوى، مدير فني عنده خبرات افريقيه. فكان اختيار مستر موسيماني كان اختيار جيد جدا يا احمد بصراحه يعني، واختيار في وقته، لان الراجل كمان فوجئنا ان الراجل كمان عنده شخصيه وعنده طموحات ان هو يبقى موجود مع النادي. الحلم من احلام مستر موسيماني ان هو يدرب النادي الاهلي، فالحلم اتحقق. فالراجل بصراحه من اول ما جه واضح قوي بصماته، واضح قوي شخصيته، واضح قوي ان هو قربه للعيبه، العامل النفسي اللي بيتعامل بيه مع لعيبه النادي الاهلي واضح خلال الفتره اللي هو بيتولاها، وفعلا واضح على اداء النادي الاهلي الايجابي اللي احنا شايفينه يعني. انا عايز اقول لك الكيرف بيعلى بينا خلال هذه الفتره مع مستر موسيماني. تحقيقه لثلاث بطولات ده انجاز كبير جدا، بيديله مسؤوليه اكبر، بيديله مسؤوليه بتضغط عليه ان هو مطالب بعد كده في البطوله العشرة، ومطالب طبعا في ادائنا بالنسبه لكاس الانديه اللي هتعمل في قطر، ان احنا كمان نحقق مركز صحيح ان شاء الله متقدم. وفي نفس الوقت طبعا هو مشواره في الدوري العام بحقيقي على ادائه اللي فيه شفافيه وعداله للعيبه النادي الاهلي، في التوزيع وتدوير اللعيبه بشكل كبير، حتى خطط اللعب اللي هو بيشتغل من خلالها بيجرب يا احمد في خلال هذه الفتره. أيوة. كلها خطط ايجابيه بتحسب له، فبنتمنى له التوفيق ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. وانا شايف ان كيرف النادي الاهلي الحمد لله وصل لمرحله بيطمن جمهوره اللي هو دلوقتي قاعد بيتفرج ومبسوط من اداء النادي الاهلي، لان كان في عتاب قبل كده النادي الاهلي بيكسب لكن الاداء الفني والتكتيكي ما كانش على المستوى اللي يرتقي بيه النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي الحمد لله بدا يجمع بين الجانب البدني والجانب الفني والجانب التكتيكي والاداء كمان اللي يرضي جميع الاطراف. صحيح. اهلي الشوط الاول غير اهلي الشوط الثاني في اكتر من مباراه، ده بالنسبه لك علامه استفهام؟ لا ابدا والله، يعني انا عايز اقول لك ان هو راجل بيجرب يعني. أي. النهارده شفنا في المباراتين قبل كده كان طريقه 4 3 3 كان بيجرب الراجل، لكن احنا مفتقدين في المباراتين اللي فاتوا كان رقم 10. ايوه، وده اللي يمكن قدر يحط ايده عليه مستر موسيماني. رقم 10 من بدايه المباراه مش موجود يا احمد، يعني ما بتحسش باداء النادي الاهلي المكتمل. يعني ناقصنا حاجه،
ناقصنا بلاي ميكر يقدر يوزع لنا، بلاي ميكر يقدر ينقلنا، بلاي ميكر يقدر يبقى عنده رؤية في التوزيع وفي التمرير بشكل كبير. صحيح. وده بيرجع للسبب طبعا ان يمكن قفشة كان مصاب في الفترة اللي فاتت، وقفشة من اللعيبة اللي بحييها خلال هذه الفترة، ان هو بيأدي اداء متميز مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. احنا فقدناه يا احمد يمكن في المباراتين اللي فاتوا من بداية المباراة مش موجود قفشة، تحس ان انت ناقصك حاجه. اي نعم وليد بردك من ضمن اللعيبه كمان اللي طبعًا بتأدي بشكل كبير جدا، بنحييه وليد على الاداء اللي بيأديه خلال الفتره اللي فاتت، حاجه تفرح. وإبداع. كابتن وخبره واداء متميز وروح قتاليه عاليه وليد ما شاء الله، يعني عايزين نديله مثلا 26 سنه 27 سنه، يعني السن اللي موجود عليه وليد. صحيح. مش هو ده السن مجرد رقم. بالظبط مجرد بالزبط. رقم فاحنا فقدنا رقم 10، فكان بقى لنا مباراتين بتحسش باداء النادي الاهلي. في الشوط الاولاني، لكن عايز اقول لك احمد واحنا بنحلل المباراه في يمكن اكتر من 7-8 فرص في الشوط الاولاني بتضيع من مهاجمي النادي الاهلي. ويمكن الشوط الثاني بيبقى 10 فرص للنادي الاهلي بيقدر يسجل من خلالها هدفين، لكن في فرص كتيره جدا ضايعه، لكن وجود 10 بيدي ارتياحيه لفريق النادي الاهلي، حتى لجمهوره، حتى المستر موسيماني، وده اللي بيعمله الشوط الثاني زي ما بيقولوا شوط المدربين. صحيح. بنفاجئ ان الشوط الثاني مستر موسيماني بيغير وبيقلب الموازين. صحيح. 100% لصالح النادي الاهلي. وانت بتتكلم على اداره النادي الاهلي وبتتكلم على انه طبيعي جدا، وانه المنهج اللي اعتقد كل ادارات الاهلي بتشتغل عليه هو السعي الدائم نحو تحقيق البطولات. ده ما يمنعش كمان انه على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى تطوير النادي الاهلي سواء الفرع الرئيسي او الفروع المختلفه بيبقى في مجهودات كبيره جدا. ويمكن كابتن محمود الخطيب بمناسبه كلام حضرتك كان موجود النهارده في فرع شيخ زايد، وكان معاه طبعا عدد من اعضاء مجلس الاداره، وكان معاه المدير التنفيذي للنادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده. دي متابعة لبعض الإنشاءات الجارية في الوقت الحالي. كابتن خطيب كان حريص على التواجد النهاردة ومتابعتها بنفسه، منها مجمع الإسكواش، منها الأماكن المخصصة للأعضاء، منها هيكون مبنى اجتماعي جديد، منها ملعبين هيكونوا خاصين بأكاديمية كرة القدم، بالإضافة كمان الحقيقه لعدد كبير جدا من المنافذ الجري التخطيط ليها عشان تقدم عدد كبير جدا من الخدمات للاعضاء. كان حاضر الزياره بتاعت كابتن خطيب المهندس سامح علي كامل مستشار الهندسي لمجلس الاداره، وكل المهندسين اللي يعني القائمين على تنفيذ المشروع، وادوا الكابتن خطيب والمجلس الاداره صوره كامله عن خطه سير وتنفيذ الاعمال في فرع الشيخ زايد. طبعا اعتقد طفره كبيره جدا في كل الفروع يمكن بيلمسها اعضاء النادي الاهلي بشكل كبير، وكل التوفيق طبعا لمجلس الاداره على الجهود اللي بيقوم بيها في الفتره الحاليه. انا عايز احييهم يا احمد بصراحه، مسؤوليه كبيره قوي، مسؤوليه جدا يعني جداً. كان النادي الاهلي عندك جماهير بالملايين، وعندك فروع مختلفه، وعندك فرق ورياضات باعمار مختلفه، كل ده مطالب بانك انت تتابعه وتضمن ان هو يعني متوفر لكل عناصر النجاح عشان كل واحد يقدر يقوم بدوره على اكمل وجه. هرجع تاني لفرقه النادي الاهلي، وحضرتك قلت لي على انه موسيماني الى حد كبير، انا يمكن كنت بكلم في ده في اول حلقه، اعتقد خد فتره كافيه جدا من ساعه ما تولى المسؤوليه لغايه النهارده انه يحكم وانه يقيم وانه يكتشف مواطن القوه والضعف في الفريق ككل وفي العناصر بشكل فردي. متفق حضرتك معايا؟ بالظبط. طيب لما اجي اتكلم على مشوار كاس العالم، هل حضرتك شايف انه أداء الأهلي مطمئن بالنسبة لحضرتك؟ هل شايف أنه محتاجين نشتغل على حاجات معينة؟ هل شايف أنه محتاجين ندي فرصة أكتر للعيبة معينة؟ لو جاوبنا على سؤال الأهلي في كأس العالم. عايز أقول لك أنه هو راجل شغال، يعني هو راجل عنده ملفات بيشتغل عليها، يعني هو عنده ملف الدوري العام دلوقتي بيحاول أنه هو يكسب كل مباراة، يمكن بيجرب طرق اللعب زي ما قلت لك احمد 4-3-3 وبعدين رجع ل 4-2-3-1، ودي الطريقه اللي بتناسب لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. لكن هو طبعا الظروف يمكن الاصابات هي اللي بتخليه بيبدا يفكر في تشكيلات اخرى. أيوه. في طرق اللعب، لكن عايز اقول لك ان هو بيحاول على قد ما يقدر انه يرجع اللعيبه لمكانها الطبيعي من ناحيه الفورمه الرياضيه من خلال اشتراك المباريات، وطول ما احنا عندنا ثبات في التشكيل وثبات في الاداء ده اللي بيخلينا نروح لكاس العالم واحنا مطمنين. يعني النهارده في شيء من الطمانينه في شكل واداء النادي الاهلي،
واللي مساعد كده كمان يا احمد انك انت عندك لعيبه مميزه يعني لعيبه من 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 احسن اللعيبه اللي موجوده انا في رايي في العالم العربي والعالم الافريقي بصراحه. يعني النخبه اللي موجوده عليها لعيبه النادي الاهلي اللي هم 30 لعيب بيعتبروا من اميز ال 30 لعيب اللي موجودين في العالم العربي والعالم الافريقي، وده بيساعد المدرب بشكل كبير جدا انك انت تقدر تشكل زي ما انت عايز. مهم جدا مهم جدا المدير الفني يبقى فاهم التركيبه بتاعت يعني بتهيألي جزء كبير جدا من نجاح حد مثلا زي جوزيه مع النادي الاهلي هو انه فهم العقليه، فهم تركيبه اللعيب المصري وقدر انه يطلع احسن ما فيه. بالظبط. ممكن الجيل ده لعيبه مثلا زي الحضري، لعيبه زي ابو تريكه، لعيبه زي وائل جمعه، وارد جدا كانوا مع مدرب تاني ما كانوش وصلوا للمرحله الكبيره دي من التالق. انا بتهيألي في دور مهم جدا للمدير الفني في الناحيه دي يا كابتن. طبعا طبعا، ان هو مقنع بشكل كبير من خلال شخصيته، وشخصيته قويه وبيعرف يتعامل مع النجوم دول بشكل احترافي، وهو كمان عنده عداله وشفافيه بيدي كل الناس حقها. فده اللي مخلي اللعيبه بتتعامل برضه مع طبعاً يعني مع نجوم، مع نجوم يعني نجوم على اعلى مستوى. صحيح. فده اللي بيخلي اللعيبه تقرب منه بشكل كبير. ثانيا هو كمان يا احمد من الجانب التكتيكي بيذاكر بشكل كبير جدا كل الفرق. ولما بتذاكر كل الفرق بشكل احترافي بتساعدك كتير جدا في اداره المباراه. فهو من ضمن الحاجات اللي بيعملها مستر موسوماني وحريص عليها جدا ان هو بيذاكر كل فرقه من ناحيه الفنيه، من ناحيه البدنيه، من ناحيه التكتيكيه، طرق اللعب، الحاجات الايجابيه اللي موجوده في الفرقه، الخصم، الحاجات السلبيه اللي ممكن يقدر يستغلها، والكلام ده بيبدا ينقله للعيبه في خلال المحاضرات. يعني حتى هو كمان من ضمن الحاجات اللي بتساعده بشكل كبير جدا ان بعد المباراه على طول بينقل الفرقه، ما بيستناش تاني يوم، يعني بيجتمع بالفرقه ويحاول يعني يحط ايده على الحاجات الايجابيه اللي هم عملوها من خلال الجيم، والحاجات السلبيه اللي ظهرت ازاي هو يقدر يعالجها من خلال التدريبات بعد المباراه. فكل ده بيحط اللعيبه في اجواء احنا بنسميها الاعداد الذهني، يعني بالتركيز. لا، لعيبه النادي الاهلي الحمد لله كلها مركزه بشكل كبير. هو لو ما ركزوش دلوقتي يا كابتن ماهر ممكن يكون مركزين امتى؟ يعني بيتهيألي في يمكن في نهايه الاسبوع اللي فات بعد ماتش الانتاج الحربي كنت بتكلم على انه الاهلي في الماتش ده كان كل حاجه وعكسها. يعني شوط اولاني خالي من اي حاجه ليها علاقه بفنون كره القدم، خالي من المتعه، خالي من الاهداف، خالي من الاداء. شوط تاني يكاد يكون مبهر على كل المستويات، كره ممتعه، اهداف حلوه وملعوبه، تحرك بكره وبدون كوره، يعني تحس انه ال 11 غير ال 11 تماما. وبالتاكيد ده مش بس جهاز فني، يعني انا كمان كنت عايز اتكلم معاك شويه عن اللعيبه. بدايه قبل ما بتكلم على قائمة كأس العالم، مهم أسأل حضرتك، هل شايف إنه لعيبة الأهلي وصلت للتوب فورم بتاعها في بداية سيزون؟ يعني هنروح كأس العالم واللعيبة في قمة مستوياتها، ولا شايف في لعيبة بعينها ممكن تكون لسه عندها أكتر؟ ويا ريت تحدد لي ممكن يكونوا مين؟ يعني معظم لعيبة النادي الأهلي الحمد لله في فورمة رياضية، وصلوا للنضج. أنت خد بالك أحمد، إحنا ما ريحناش. طبعًا. يعني دخلنا في موسم وده بردك من ضمن الحاجات اللي بتحبها لعيبه الكوره، انك انت ما بيحبش يريح. يعني انت لو سالت اللعيبه دي يقول لك انا عايز كل يوم العب مباراه. فالنهارده كمان احنا عندنا ضغط كل 3 ايام والناس بتشارك، وتعودنا بقى من خلال الموسم اللي فات واللي قبليه ان احنا نقدر نلعب زي اوروبا كده، نقدر نلعب 3 ايام كل 3 ايام مباراه. انا شايف الحمد لله ان لعيبه النادي الاهلي مع الخطوط كده من حراس المرمى يعني وصلنا للفورمه الرياضيه الفنيه والبدنيه والتكتيكيه على اعلى مستوى. يعني لو شفنا الشناوي الحمد لله رب العالمين ربنا يحميه طبعا من الاصابات، وصل بنضج بشكل كبير جدا، وبيدي لك ثقه، بيدي ثقه للفرقه، بيدي ثقه لجمهور النادي الاهلي وجهازه الفني بشكل كبير يعني في حراسه المرمى. مين غير الشناوي بيديك ثقه كابتن ماهر؟ بيديني بقى دلوقتي احنا دخل في خط الظهر، دخل بانون بشكل كبير، واحنا المكان ده اتكلمنا عليه اكثر من مره ان احنا محتاجين حد يكون بقوه بانون، لعيب دولي، لعيب عنده رؤيه، لعيب عنده ذكاء، عنده بيغطي ويميل، عنده بدايه الهجمه كمان يمكن زودنا طبعًا بشكل كبير. ايمن اشرف كمان من ضمن الحاجات، معلول بيعتبر مفتاح لعب في خط الظهر بشكل كبير طبعًا يعني بينقلك طول ما معلول موجود بتحس بطمانينه بشكل جيد.
عندنا قوة ضاربة في نص الملعب، بيانج والسولية وفتحي، تحس ان في وتت موجود في نص الملعب، صعب جدا ان اي حد يخترقنا من العمق. عندنا نص ملعب هجومي يعني حدث ولا حرج بقى. حاجة تفرح الشحات على شريف، على كهرباء، وليد، على كهرباء، على قفشة، وبعدين قوة ضاربة كمان اضافت لك منهم يا كابتن ماهر. يعني انا شايف بصراحة يعني قفشة بيعمل فرق كبير جدا يا احمد. وليد كمان بيعمل فرق معانا، كهرباء كمان بقى بخبرته بأدائه المتميز يعني بقى بنطمئن طول ما كهرباء موجود في التيت الاخير ان احنا في اي وقت نقدر نجيب جول. بواليا بقى طبعا يعني القادم بشكل كبير. انا عايز اطمن الناس ان شاء الله باذن الله الناس قلقانه شويه، معلش، خلال الفترات اللي جايه دي على الرغم يعني احنا دايما يعني مع مراسلنا بنتابع تمرين النادي الاهلي، الراجل في التمرين وموسيماني شغال عليه بشكل كبير، يعني راجل يعني شغال كويس لا جدا. لا حاجه جميله يعني، قوه وسرعه واداء ومحطه ومهاري، بيلعب رجلين الاثنين، يجيد العاب الهوا. عايز اقول لك ان كمان ان من ضمن الحاجات من التقرير واضح ان موسيماني كمان بيشتغل على التلت الهجومي بشكل كبير. يعني مراسلنا بيتكلم على ان لو الكلام اللي اتعمل في التمرين ده هيتعمل ان شاء الله في مباراه البنك او اي مباراه ان شاء الله ان الاهلي يكسب اكتر من 3-4. هو من ناحيه يعني هي ممكن تكون حاجه برضو يعني مش مفهومه شويه، مش مفهومه، مش منطقيه. انت النهارده بتتكلم على انك متصدر الدوري، بتتكلم انك في 6 ماتشات تقريبا جاب 16 جول، ويا ريت نتاكد من الرقم 16 جول. معدل تهديفي محترم جداً. يعني ما اعتقدش انه ورغم كده ممكن تلاقي الجماهير شويه مزمزقه يعني او شويه مش راضيه او شويه بتنتقد، لكن انت على مستوى الارقام اعتقد انك انت ماشي بشكل كويس جدا. لا وكمان انت بتروح بتضيع، يعني انا اكلمك على احصائيه ان احنا في الشوط الاولاني سبع فرص، وبعدين الشوط الثاني 10 فرص، جبنا منهم هدفين. في مباراه الانتاج جبنا 4 اهداف. عايز اقول لك ان كمان من الميزه انك انت بتروح، لكن انا ممكن اروح ما اجيبش، تطلع النتيجة مثلا سلبية 0-0 او 1-1، لكن احنا حصلت معانا مرة لكن احنا في دجلة، معلش في دجلة يمكن كانت الظروف يا احمد انك انت قوامك اللي موجود حاليا مش موجود، قفشة مش موجود، كهرباء بس انت رحت وما خلصتش يا كابتن، رحت كذا مرة وما خلصتش. طبعا ودي من ضمن الحاجات اللي بيعيدها مستر موسيماني في التلت الهجومي يا احمد، برضك من ذكاء المدرب ان هو بيأيد الملاحظات دي. يعني النهارده ضياع الفرص ده شغل تدريبي بقى على المدرب، اللعيب يضيع، لكن دور المدرب ان انا اصلح. مظبوط، واخبر حضرتك وادي له الثقه. فالنهارده موسيماني بيشتغل هذا الشغل، ان هو شايف ان في ضياع لفرص، ممكن السكور يعلى اكتر من كده. فواضح في وحداته التدريبيه ان هو بيبدا ياكد على لعيبه النادي الاهلي في التلت الهجومي ازاي نخترق من العمق، ازاي التصويبات المؤثره اللي ممكن تخلص لي بعض المباريات، ازاي الكورسات العرضيه الجمله التكتيكيه اللي هو بيعلمها للاعيبه النادي الاهلي، ازاي الكور الثابته نقدر نستغلها، ودي كلها جمل تكتيكيه بيشتغل عليها مستر موسيماني. وعايز اقول لك كمان يا احمد ان مرونه التكتيكيه للاعب نفسه بقى. يعني انت في خطوط عريضه بتقولها كمدرب، لكن انت في مرونه بقى للاعيب، هو ده بقى ذكاء لعيبه النادي الاهلي. في التت الاخير بيبين الذكاء ده من كهرباء، واحد ضد واحد بيقدر يفوت. بالذات كهربا، يعني كهربا وطاهر عندهم كمان يعني انا شايف انه الاثنين دول عندهم لسه يعني مساحه يتالقوا اكتر ويزيدوا اكتر وينوروا اكتر الحقيقه، امكانياتهم تسمح لهم بده. وطاهر بيندمج يعني شويه بشويه بيندمج مع الفرقه. عايز اقول لك ان يا احمد كمان ذكاء لعبتنا وبالذات قفشه بيبدا يقرا منتاليتي وعقليه لعيبه النادي الاهلي. يعني مثلا كهربا احط له فين؟ احط له في رجله. شريف بيحب المساحات، احطه في المساحات. يعني دي كلها حاجات بتيجي انسجام بقى بين طبعا انسجام بينهم ومن بعض بيساعدنا بشكل كبير جدا في احراز الاهداف. هسالك مستني ايه من ماتش بكره؟ يعني انت عايز تشوف ايه من رجاله الاهلي ومن الجهاز الفني النادي الاهلي في مباراه من 3 بيفصلونا عن كاس عالم، ومن ورا كاس عالم كاس سوبر، ومن ورا كاس سوبر او مع كاس سوبر بطوله افريقيا، والتلاته بالنسبه لجماهير الاهلي 3 حاجات مهمه جدا. مستني ايه بكره من ماتش بنك الاهلي؟ زي ما احنا ماشيين كده، بس احنا يعني مش عايزين الشوط الاولاني 45 دقيقه يعني يضيع سودا كده، ما نلعبهاش بقى يعني نبتدي من الشوط الثاني على طول. فالنهارده كلنا بنقول يعني مطالبين من لعيبه النادي الاهلي اللي هو الجول او ربع ساعه. يعني نرجع تاني للتهديف
في بدايه المباراه. انت كنت لعيب طبعا، كنت نجم كبير في نادي الاهلي، لما بتنزل وانت حاسس ان الماتش مش صعب قوي، او يعني انك انت طبعا ده زي ما حضراتكم شايفين تحرك لعيبه النادي الاهلي، الاتوبيس النادي الاهلي اللي هياخدهم ان شاء الله اسكندريه بكره، الماتش بدري شويه، بكره الماتش الساعه 5 في الماكس اعتقد، ماتش تلعب في الماكس، فمباراه اعتقد هتكون بدري عن الماتشات اللي حضراتكم متابعينها او متعودين تتابعوا فيها النادي الاهلي. كنت بسال حضرتك ليه كده؟ لانه انا بحط نفسي مكان نجوم النادي الاهلي، ببقى شايف ان انا رايح العب بطوله مهمه جدا هي بطوله كاس العالم للانديه، وارد جدا ابقى بلعب في ماتشات رسميه مع بايرن ميونخ، مع ريفر بليت، مع بالميراس، مع كبار العالم يعني في كره القدم. فنفسي شخصيا اكون في التشكيله الاساسيه، يعني ال 11 الاساسيين ابقى موجود في كل ماتشات اللي هيلعبها النادي الاهلي. ده بيتهيألي مفترض انه يبقى دافع عند اللعيبه، يعني احنا بنتكلم على شغل الجهاز الفني، لكن كمان عند اللاعب دافع انه يكون موجود في القايمه مبدئيا النهائيه لكاس العالم، وكمان في ال 11 الاساسيين اللي هيلعبوا ماتشات للتاريخ، ماتشات لغايه النهارده عمر جماهير النادي الاهلي ما نسيت المشاركات السابقه في كاس العالم. بالظبط، وانا عايز اقول لك احمد ان كمان هنبتديها من الدوري مباراه بكره. ايوه انا يعني عايز اقول لعيبه النادي الاهلي ما فيش مباراه في الدوري العام ضعيفة. يعني كل الفرق في الدوري العام اتسلحت بشكل كبير جدا. حتى الوافد اللي طالع سيراميكا والبنك الاهلي والمحله، سيراميكا كمان الماتشات الصعبه يعني بصراحه فالنهارده طب خلص في اخر 10 دقائق تقريبا. فالنهارده انت داخل مباراه البنك الاهلي بثلاث نقاط واهداف انت بتسعى اليها. يعني زي ما قلنا ان الشوط الاولاني خلاص عايزين نمحيه من الماتشين اللي قبل كده، عايزين نبدا بدايه قويه من الشوط الاولاني. جول في اول ربع ساعه بيفتح لك حاجات كتير جدا، بيدي ثقه ليك وللعيبه وللجهاز الفني، وفي نفس الوقت كمان انت بتجهز لكاس ابطال العالم، يعني طبعا لدوري ابطال العالم انت بتجهز ليه، فكل لعيب بيبقى عنده الشرف ان هو يعني يمثل النادي الاهلي في هذه البطوله، لكن بدايتها من مباراه بكره. مباراه بكره تحطك على المسار اللي يطمن الجهاز الفني ويطمن جمهور النادي الاهلي ان احنا رايحين ان شاء الله نحقق هدف ونحقق مركز في هذه البطوله. فعايز اقول لك ان كل اللعيبه خلاص بقى في احتراف، وكل اللعيبه مركزه، وكل اللعيبه عارفه ان الاهلي ما بيقبلش غير الفوز بثلاث نقاط، النادي الاهلي ما بيقبلش غير البطوله، النادي الاهلي ما بيقبلش غير الاداء الجيد اللي بيسعد الجمهور وبيسعد جهازه الفني. الناحيه اليمين من وجهه نظرك صداع في راس موسيماني؟ يعني هو في مرونه تكتيكيه بالمناسبه. يعني لعب هو بيكهم بيحاول ان هو في عدم وجود محمد هاني، لكن انا عايز اقول حاجه احمد، ان بيكهم بيأدي لكن هو انت عارف احنا كسردباكات يعني صعب جدا انك انت تطرفنا، لان الطرف ليه مقاومات فيها خفيه الحركه، فيها الانطلاق ورا المهاجم، فيها كروسات عرضيه، فبتبقى فيها واجبات تانية هجوميه، واخد بالك، عايزه شغل بالنسبه لبيكهام. لكن انت وانت مدافع سيرد باك ما بتطلعش تهاجم لانك انت كل اللي بتطلب منك انك انت تحمي مرماك. لكن حته الطرف دي بيبقى ليها مقامات ثانيه وواجبات ثانيه، لكن انا شايف محمد هاني رجوعه ان شاء الله بالسلامه يعني يرجع مكانه ثاني ويبدا يظبط لنا الجنب ده، لان الجنب ده فعلا عامل لنا خلل. يعني انت تلاقي معلول ما شاء الله من ناحيه الشمال، جبهه الشمال دي منطلقه بشكل كبير ومؤثره، لكن النهارده الجنب اليمين على قد ما بيكهام بيقدر يحاول، لكن مش حاسين بيها في الحاله الهجوميه، حاسين بيها في الحاله الدفاعيه، ان هو بيقدر يقطع ويقدر يسلم، لكن لما بتبدا تعدي نص الملعب في واجبات هجوميه بتطلب منك اوفرلاب بعمل خلق مساحه. عجبك انه اكرم يلعب في الحته دي؟ واكرم برضك نفس الكلام، يا عيني برضك لما بيجي برضك من نص الملعب المدافع ليه حاله الطرف، يعني بيحاول على قد ما يقدر ان هو يطلع كل اللي عنده. لكن زي ما قلت لك المكان ده وانت بتهاجم محتاج كورسات عرضيه تبقى مؤثره، محتاج انك تروح 1-2 مؤثر، محتاج انك تشوط على الجول مؤثر، فده برضك يمكن مقاومات بيكهام واكرم مش زي محمد هاني. مين اهم ثلاث لعيبه في مصر من وجهه نظرك في المركز ده؟ يعني في الباك رايت احنا اخرها يمكن احمد فتحي، يعني شفنا احمد فتحي لا دلوقتي النهارده لو سالتك على واحد اثنين ثلاثه دلوقتي محمد هاني رقم واحد، بكار رقم اثنين، وبعدين احمد فتحي بقى يجي
في المرتبه الثالثه بعديهم. طيب لو كلمت على ماتش بكره، هل بتشوف البنك؟ انا بعتقد ان الوافدين الجدد كلهم الحقيقه مقدمين سيزون قوي، ويمكن ده يمكن لاول مره من سنين طويله نشوف يعني نشوف دوري يمكن يكون مختلف، مش عارف حضرتك تتفق ولا تختلف. متوقع بكره تشوف ايه، او ايه هي مصادر الخطوره في البنك الاهلي؟ انا شايف بكره الاهلي هيلعب الاهلي يعني الجهاز الفني محمد يوسف طبعا وعادل مصطفى وبعض اولادنا عاملين شغل كويس صراحه، بنحييهم يعني جداً. لان بردك المهمه صعبه انك انت بتجمع 22 لعيب طبعا، وبتبدا تدخلهم في 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 تجانس، وتدخلهم في في عامل بدني. انا اخر مره شفتها لهم كانت الماتش بتاعهم قدام بيراميدز، ما شفتش بعد كده يعني ماتشات تانية ليهم، بس الحقيقه فرقه يبدو انها في بينها تجانس كويس، فرقه واقفه على رجليها يعني تعمل لها حساب بصراحه. بالظبط، وبعدين الدوافع برضك يا احمد اللي عندهم هو بيلعب قدام النادي الاهلي. ايوه نادي القرن، النادي الاهلي ما بيخسرش، فكل واحد عايز يطلع اللي عنده احسن معاه في هذه المباراه. فطبعا اكيد هنقابل محمد يوسف ولاعبته، وده اللي بنقوله لعيبه النادي الاهلي، انك انت كل مباراه لازم تحترف فيها الخصم، مفيش حد صغير محدش كبير، دوري بادئ قوي جدا، كل فرق محترمه، كل فرق لمت اكتر من 10 15 لعيب فارقين معاهم. فانا شايف محمد يوسف بكره بعد المباريات اللي بيشوفها وبيتابعها للنادي الاهلي اكيد هيأمن بشكل كبير، يعني يهمه جدا ان هو يبقى تحت الكوره، لما الكوره تقطع منه يبقى في نص ملعبه، يقرب خطوطه من بعض، لانك انت مشكله يا احمد هتمسك مين ولا مين، يعني مفاتيح النادي الاهلي كتيره. أيوة. بتقعد تفكر كده عايز اقفل على مين ولا مين ولا مين، فصعبه الامور، صعبه بالنسبه له. وفي نفس الوقت لما بيبدا يهاجم هيعتمد على حاجات مرتده، كره مرتده جمله يقدر يعلم لعيبته من خلالها، كره ثابته ممكن تبقى مؤثره على النادي الاهلي. لكن انا شايف الامور يعني صعبه هتبقى على البنك الاهلي بكره في هذا الاداء. 45 يوم ابتديت كلامي يمكن في بدايه لقائي بحضرتك ان هم الاصعب على مدار الموسم، هتلعب فيهم بطوله مجمعه هي كاس عالم للانديه، هتلعب فيها ماتشات مع ابطال العالم، هترجع بعدها تبتدي مشوار افريقيا، هتلعب نهائي سوبر افريقيا بطل ابطال الدوري مع الكونفدراليه. المطلوب من لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وجمهور النادي الاهلي في ال 45 يوم دول كابتن ماهر؟ يعني جمهور النادي الاهلي طول عمره بيساندنا بصراحه، يعني جمهور النادي الاهلي طول عمره بيساند لعيبه النادي الاهلي، لما يحصل دروب بتلاقي جمهور النادي الاهلي جاي وبيشجع وبيساند لعيبته، لانه عارف ان اللعيبه دي ياما متعته، ياما جابت له بطولات. فجمهور النادي الاهلي احنا خلاص يعني شرف لينا ان هو يبقى موجود ورانا، بيساند اللعيبه بشكل كبير جدا على قد ما بيقدر. دور بقى الجهاز الفني زي ما هو مستر موسيماني ماشي كده ملف بملف، الدوري العام هيتقفل، هيبدا يخش في المحك الدولي بعد كده، هيبقى في نظام تاني في التكتيك، نظام تاني في الشغل، نظام تاني في الاداء. عايز اقول لك يا احمد ان لعيبه النادي الاهلي في البطولات بالشكل كده بيبان بقى استنفار، بقى الروح القتاليه العاليه، روح الفنيه الحمراء، هم بيحبوا يلعبوا مع الاجواء الاحترافيه. أيوة. بهذا الشكل. يعني النادي الاهلي طول عمره لما الخصم يعني مصنف وعلى مستوى عالي في الاداء، النادي الاهلي بيبان بشكل صحيح. جيد. ونتمنى طبعا لعيبه النادي الاهلي نتمنى بقى ان ربنا يحافظ عليهم، موضوع الاصابه هتفرق معانا بشكل كبير جدا، محتاجين كل لعيب في هذه المرحله صعبه صحيح. بشكل كبير. ودي النقطه يعني الاهم اللي يمكن نختم بيها لقائنا بكابتن ماهر همام. طبعا بشكرك، شرفتنا ونورتنا في جداً السادسة. جداً. كل التوفيق لأبطالنا، وكل واحد في فرقة النادي الأهلي جاي له دور طبعا، كم البطولات وكم المباريات اللي هياخدها الأهلي في الفترة اللي جاية، وده قدر النادي الأهلي، كتيرة جدا وصعبة جدا، وكلها مرتبطة ببطولات، سواء سوبر أفريقيا، كأس عالم أندية، أو بداية مشوار العشرة إن شاء الله دوري أبطال أفريقيا. كل واحد من الجمهور حاسس انه واقف في ظهر الرجاله وبيسندهم وبينتقدهم لما بيحتاجوا انتقاد من اي نوع، بس عشان يكونوا افضل وعشان يقدموا للجمهور افضل ما عندهم. كل التوفيق لابطال النادي الاهلي، ولسان حال كل واحد من جمهور النادي الاهلي. انا الاهلي.